اولا جئنا لننفي دعوة مسيرة كرامة وطن. كل المواطن فيه يرجع الان هم وحدهم لا غيرهم يملكون انهم يغيرون الآلية. ان ارادوها مسيرة قلنا نعم، وان ارادوها مبيت قلنا نعم. احنا نقول عشان نؤكد الكلام اللي سبق انه قالوه ابناء الشعب الكويتي، ان هذا المجلس مجلس مزور، وهذا المرسوم مرسوم ساقط. وشوفوا اليوم امام صيحات الشباب وامام الاراده الحره لابناء الشعب الكويتي، امام هذه الاراده الحيه، هذا المجلس المزور اللي سبق ان قلنا لكم هو مجلس مكون من الدمى والاراغوزات والقبيضه والانبطاحيين، غدا سيقسمون تحت حراب العسكر خوفا من تلك الصيحات الشريفه من ابناء الشعب. وتحت حماية هذه الحكومة المزورة التي سعت إلى تزوير إرادتنا الحرة، لن نقبل بهذا الأمر، لن نقبل فيه ولن نسمح فيه، لن نقبل بأن تسرق إرادتنا، لن نقبل بأن تكون أموال الكويت المعبر الأساسي لها هو هذا المجلس المزور. الكويت تتعرض لسرقة العصر، ستسرق من خلال هذا المجلس المزور أموال التنمية وأموال الاحتياط العام للدولة وأموال الأجيال القادمة التي لم يسبق لها أن تكونت في تاريخ الكويت. يعدون الآن لسرقتها، يزورون الانتخابات، وبعد ذلك يعبثون بالنظام الانتخابي. تعلمون شنو محصلة هذا الأمر كله؟ محصلته هي الكرامة، الكرامة اللي هي ضالة الشعوب الحرة. لن نتنازل عن كرامتنا، وسنجبر الجميع بإذن الله ثم بإرادة الأمة على إرقامهم لاحترام هذه الكرامة وعدم العبث فيها. لذلك مستمرين في كل المواقع، ونقول للإخوان في مسيرة كرامة وطن، اذهبوا إلى حيث تحرككم ضمائركم الحية، وقسما بالله سنكون أمامكم وليس قلبكم. اليوم الكويت تنادي كل شريف، ونقول اليوم من خلال هذا النداء لكل الشرفاء من أبناء الكويت اللي موجودين الآن في بيوتهم وموجودين في دواوينهم، عليكم بالإسراع للتواجد في هذه الساحة، ساحة الكرامة والحرية، ساحة الإرادة، ساحة الأحرار، حتى نستطيع أن نقول للجميع أننا شعب حر، ولا نقبل أن يأتي كائنا من كان أن يعبث بالدستور أو أن يمس كرامتنا. كرامتنا غير قابلة للبيع، لا يمكن أن نبيع حق سمن بالله لو نجوع، لكن لا نبيع كرامتنا. كفو يا محمود، كفو. أنتم جربتم الشعب الكويتي في كثير من المواقع، وحنا نقول لكم بإذن الله عهد ووعد، عهد الشرفاء، عهد الأحرار، إن هذا المجلس سيسقط وسيذهب إلى مزبلة التاريخ، وسيلعن أبناء الشعب الكويتي بتاريخهم كل من ساهم بوضع هذا المجلس.
الأعضاء اللي قبلوا أن يترشحون، الأعضاء اللي ترشحوا وسقطوا، الحكومة التي قبلت بوجود هذا المجلس. ونقول لكم من الآن أن أي وزير، أي وزير بما فيهم رئيس الوزراء جابر المبارك، إذا قدر الله وانتصر هذا الشعب وانتصرت إرادته وأرجعنا قاعة عبد الله السالم المختطفة، نقولها بالفم المليان، أرحل اسمعها القاصي والداني، كل من دخل إلى هذه القاعة مع هذا المجلس المزور بما فيهم الحكومة ورئيس الوزراء، قسما بالله لا نستحق ثقتكم إذا ما طردناهم من الإخوة. أي وزير شارك بهذه الحكومة التي تعاملت مع هذا المجلس المزور لن نقبل أن يقسم مرة أخرى في قاعة عبد الله السالم عندما يستدعى. أنا أكرر مجرب يا محمود لكم، وأنا أكرر مرة ثانية أبغض هذا الاسم، شكري، لكن أنا أقول لكم أقدم لكم كل الشكر والتقدير على دوركم، وطبعا ما حد يشكر على دوره وأداءه ورغبته وكرامته، لكن هذا واجب أنتم قاعدين تقومون فيه. لذلك أنا أقول للآخرين الآن، أنا أوجه نداء لهم بضرورة الالتحاق الآن فورا بإخوانهم أبناء هذا الوطن، لأنها دعوة للتمسك بالكرامة والإيمان فيها. يا أخوان، الشعوب الحرة دائما عندما تمس كرامتها تنتفض، واليوم أبناء الشعب الكويتي ينتفضون لكراماتهم. حنا باكر راح يبتدع عمل مجلس الدمى والأراغوزات اللي راح يقسمون تحت حماية القوات الخاصة، وهذه الشعوب، هذه هي الشعوب الحية اللي عندها حراك طويل، لا حد يسأل ولا حد يقول حق الثاني وين رايحين، لا، عمر الحراك، عمر الثورات، عمر الكرامات، عمر الإرادة، لا يمكن أن تصنعها الشعوب، صنعتها الشعوب الحية في كل دول العالم إذ لم يكن لها إرادة في شيء. سؤال لا يمكن أن يكون، إلى متى هذا الحراك؟ لا تتعبون، حنا في نهاية المطاف نقول إن لا خصومة بيننا وبين النظام، لكن من حقنا كشعب إن نبحث عن الإصلاحات الشاملة. إحنا نقول لا بديل، لا بديل لإنقاذ الكويت عن الحكومة المنتخبة. من رحم الأمة، من صناديق الاقتراع، صدقوني في هذا اليوم سنشعر أن الشعب الكويتي قد استرد كرامته وإرادته وحريته. حنا لا يمكن أن نسمح بأن يعبث بهذا الشعب وبكرامة هذا الشعب. أحييكم مرة أخرى، أتمنى استمرار هذا الأمر اللي أنا ما أشك فيه، هذه الإرادة الحرة، هذه الرغبة بالتواجد في أي مكان تشعرون أن فيها تعبير حقيقي عن كرامتكم وعن إرادتكم، وشكرا لكم.